إن شاء الله ألف مبروك يا كمال، ما بعرف إذا في يبارك لك. الله يبارك فيك. والله يا سيادة العقيد أنا طالع فترة نقاهة لبين ما صاحب الأمانة ياخذ أمانته. لا تحكي هيك، قصة المرض تساها، بدي إياك تطلع تقضي هالكم يوم مع أحبابك وأصحابك. حقك، بس أنا ما بعرف لوين طالعين. معك حق تفكر هيك، صار لك 20 سنة مو قليلين. وأنت قلت يا سيادة العقيد 20 سنة مو قلال عمر. كل شي بحبه انحرمت منه. يلا بسيطة، إن شاء الله بتطلع وبتلاقي أحبابك وأصحابك ناطرينك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. بس والله خسرت كتير. مو المهم قديش بنخسر، المهم قديش فيك تعوض. المشكلة إنه اللي راح يا سيادة العقيد ما عاد يتعوض. حتى إذا فكرت إني أعوضه. ما في وقت.